زي ما اتفقنا اول ما باجي ابدا في اي شغل في اي قناه عندي لازم ابدا اعمل اول حاجه سكوتنج باصغر فايل عندي يقدر يدخل القناه. فانا مثلا هجيب فايل 8 فانا جبت فايل 8 دلوقتي وبدات ادخل في القناه اللي عندي. وزي ما احنا شايفين القناه ضيقه جدا يعني البلوك ده شبيه بكالسفايد كانال الدنيا ضيقه خالص والفايل فيه ممانعه معاه. فانا بعمل ايه؟ بتقدم واسحب بتقدم واسحب طلع امسح الفايل بتاعي من اي دبري عليه وارجع تاني لحد ما الفايل بتاعي خلاص ويوصل للفلور كلينس. انا هنا علشان شايف بعيني فظاهر ليا ان الفايل خلاص طلع من الايبكس. مع المريض انا هستخدم ايبكس لوكيتور علشان اعرف اذا كنت عديت للايبكس ولا لا. هنا كده ده الورك لينس اللي انا عايز اشتغل عليه. هبدا انزل الاستوبر على الريفرنس بوينت. طيب هل القناه بتاعتي كده جاهزه ان انا ادخل فيها بروتري؟ لا مستحيل مستحيل ان انت تشتغل في روتري في كنال ضيقه زي دي وفيها ممانعات. يعني انا الفايل بتاعي هو بيدخل لسه فيه رفنس كتير، حاسس ان الموضوع صعب قوي في الحركه، لسه فيه ريزيستنس، وده كمان فايل ايه؟ ده فايل 8. لو جبنا فايل 10 هنلاقي ان الموضوع اصعب. فمثلا ادي فايل 10 معايا، تعالى نجرب ندخل تاني في القناه. يعني الموضوع فيه سلايت ريزيستنس برضو علشان اوصل لفول ورك لينس. طيب انا حابب اشتغل روتري، يبقى قبل ما اشتغل الروتري لازم اعمل اللي هو ليه الجلايد باس، اللي هو طريق مفيش فيه اي ممانعات ممهد لحركه الفايلات علشان الفايلات ما تتكسرش. كمان المفروض ان انا اوسع القناه لحد فايل 20 مانوال على الاقل. اغلب السيستمز اللي موجوده في السوق بتلاقيها بتبدا من 20 تيبر 4 او 20 تيبر 5 كمان. طيب لو انا معايا كت محترمه فيها الجلايد باس فايل بتاعها، انا ممكن من بعد فايل 10 ابدا استخدم الجلايد باس فايل. جلايد باس فايلز بتبقى فايلات بتيب سايزز ما بين 10 ل 15، يعني ممكن الاقي تيب سايز 12 13 14، ممكن الاقيها 15 بالظبط، ممكن الاقيها 10 بالظبط، بتيبرز صغيره يعني تيبر 2 تيبر 3 ماكسيمم. هو ده الفايل اللي اقدر اعمل بيه الجلايد باس بتاعي. ما عنديش جلايد باس فايل، اقدر اشتري جلايد باس منفصل من اي شركه انا حابب اشتري منها. طيب لو الكت اللي معايا فيها جلايد باس فايل زي الكت اللي معايا النهارده اللي هي اوروديكا بليكس في، يبقى هنقدر نعمل الجلايد باس باستخدام الاندوموتور بتاعي على ريسيبروكاتري مود او روتيشنال مود. يفضل طبعا لو ريسيبروكاتري مود او اللي هو الاوبتيمم تورك ريفرس مود اللي هو الاو تي ار، وده شرحناه قبل كده في اكتر من جهاز. يفضل ان انا اعمل اورفيس وايدنينج الاول. يبقى انا لو هشتغل بالجلايد باس فايل يفضل الاول ابدا اعمل اورفيس وايدنينج، اوسع الاورفيس الاول وبعدين ابدا اشتغل. بعد كده اجيب الفايل رقم 2 اللي هو الجلايد باس فايل، وده ممكن يشتغل زي ما قلنا على ريسيبروكاتري مود او روتيشن مود، وطبعا الافضل انه يشتغل على الاو تي ار مود او الادابتيف تورك ريفرس. ده مود شركه موريت عملته من فتره وبدا يتعمل فيه المواتير الصينيه كمان. ده بيكون افضل تكنيك تستخدمه وانت شغال بتعمل جلايد باس فايل. كده انا خلاص عملت جلايد باس او رسمت الطريق الممهد اللي الفايلات الروتري بتاعتي هتمشي فيه، وابدا اعمل فلاشنج للدبري اللي موجود جوه القناه علشان ما يقفلش الطريق بتاعي او ما يعملش ممانعه وانا بشتغل. ومهم جدا بين كل فايل وفايل ان انا اعمل فلاشنج للدبري، بين كل مره ومره انزل بالفايل في القناه اعمل فلاشنج للدبري. طيب هنجيب اول فايلات البريبريشن بتاعتي اللي هو الفايل الاصفر. كنا قلنا ان الفايلات دي معدله معموله انها تقلل الاحساس بتاع الساكن داون، اللي هو انا بحس ان الفايل بيتشفت مني في القناه وانا بشتغل. الاحساس دوت اقل مع الفايلات دي لان الديزاين بتاعها معمول مخصوص للموضوع ده. كمان فايلات هنا سي ام واير الوي، فهي عندها قدره انها تعمل بريبريشن للكيرف الكنالز بالمنظر ده من غير ما تعمل ستريتنينج او من غير ما
تغير الاناتومي بتاع القناة وفي نفس الوقت ما يحصل لهاش ديفورميتي او يحصل لها فراكتشر جوه القناة وهي بتعمل البريبريشن كده. خلاص الفايل بتاعي اصبح لوز او اصبح بيتحرك بسهولة جدا جوه القناة، فبالتالي اقدر انتقل للفايل اللي بعده. هنعمل تاني فلاشنج للديبري اللي موجود جوه القناة وبعد كده ننتقل للفايل اللي بعده.